السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ معكم أخوكم سامر علي من قناة ستيج إكس. في الفيديو السابق عدلنا على كشافات الكامري وخليناها تشتغل وتطفي مع سويتش. إذا لما تحط سويتش طقة تانية تقدر تتحكم فيها تطفيها وتشغلها. لو طفيت السيارة وشلت المفتاح ما تقدر تشغل الكشافات. كل التفاصيل في الفيديو السابق، لما تحضروا إن شاء الله راح تستفيد. في الفيديو هذا عندي مهمتين. المهمة الأولى هركب الصدام الخلفي، شريت صدام التشليح لان هذا يعني زي ما انتم شايفين في كسور هنا او معجون في مسمار مثبت هذه ومعجن بالكامل تقريبا، وفي برضه كسر هنا واثار تدبيس، يعني صدام تعبان فهغيره. بس طبعا هذا نسيت اشتريه صراحة. والمهمة الثانية هتكون تغيير المقبض هذا. هركب مقبض كروم زي اللي هناك. هذا متغير لأن اشتريت الباب هذا من التشليح، هو الباب الأمامي ركبتهم أنا. بس بصراحة رحت لسمكري أوزنهم. طريقتهم بسيطة، مسمار اثنين ثلاثة، وترفع الباب زي باب البيت، ترفعه لفوق وينفك معاك الجديد تسقطه مكانه. أنا رحت للسمكري لأن كان فيه خبطة هنا ورجع السمكري سحبها. لكن الباب الأمامي أول ما ركبته كان موزون لحاله. طيب كيف طريقة فك الصدام؟ هذا عندي مسامير هنا، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، وعندي مسامير هنا ثمانية تسعة عشرة. حداعش اثناعش ما في ثالث هنا، اثناعش اثناعش ومن تحت كليبس هنا وكليبس زيه هنا وهنا وهنا، يعني أربع كليبسات والمسامير اللي هنا والمسامير اللي عند الكفرات من جوا. مقاس 8 مقاس 7
طريقة فك الكليبس. المفك تفتح تفتحه زي كده وبزرادية. طلع الصدام القديم، هجيب بس قماشة أنظف هنا قبل أركب الصدام الجديد، فهنظف وارجع. بعد تنظيف سريع بقماشة بس شلت التراب، يعني على السريع هذا الصدام القديم، هذا الصدام الجديد هنزله واحطه مكانه ونبدأ نربط المسامير. وهذا الصدام بعد ما ركبنا المسامير والكليبسات أفضل من الأول. في ملاحظات برضو مو أحسن شيء، بس إنه أفضل من القديم صراحة. المهمة الثانية هي المقبض اللي هناك، هروح أثبت الكاميرا وأفتح الباب وأرجع لكم. الحين مقبض الباب هضطر أفك الديكور كله، فهبدأ من هنا. هذا باليد بتطلع بسيطة، يكون هذا داخل هنا، واحد زيه هنا بيكون داخل هنا، بس هنا مكسورة مو مشكلة. الحين بمفك عادي اشيل بلاستيكه هنا، هذه هي. هلاقي تحت مسمارين سبعة، تحتها على طول. بعدين أبدأ أطلعه، أكتبه في كليبسات أطلعه شوي شوي. انتبه إن في جزر الدباس برضو مو مشكلة، خليه يعني أركنه. هلاقي هنا العازل مسمار 10 مظبوط 10. مسمار 10 هنا. تدفها لبرا زي كذا، تسحب لبرا، يعني لا تسحبها كذا لورا، لا دفها لجهة السيارة واسحبها. هتلاقي عندك برا زي حديدتين طريقة تقطيع، هاريك لما طلعها تكون الحدتين راكبة، الحديدة داخلة هنا زي كده من هنا، فأنت تفك هذا البرة وترفع الحديدة لفوق. شايف هنا تكون طرف الحديدة داخل زي حرف ال L، وهنا الكليبس حقها، تفك الكليبس بعدين تشد الحديدة لفوق. هذه اليد الثانية، ندخل الحدايد أول،
ولا ركبت. والثاني الحمد لله ركبت. أدام المغرب شوي. ركبت الحين مسمار 10 ركبوا مكانه. ما تشد بقوة مرة، هذا بلاستيك، شد لحد ما تحس انك خايف، مو لازم تكسر الشيء اللي تكون خايف. رجع العازل زي ما كانت، ركب الباب، ناخذ الحديده الجديده اللي هو المنبه الجديد. وكذا مقبض الباب ركب، كلبسه كان تمام، بس اللي هو البلاستيك اللي هنا زي هذه، اللي زي هذه تخش في المقبض، ما كنت مركبها تمام فعشان كذا كان سايب. هلا الحين صار تمام 100% ما شاء الله. رجعنا ديكور الباب، وهذا الصدام، وهذا اللي عندي لليوم. وارجو تدعموني، مش لازم اكتب كامري 2006 عشان تدعموني. هذا بليزر 2006 برضو حق الوالد الله يحفظه. وبس هذا اللي عندي لليوم، ومش شرط ان اشتغل على السيارة تكون باقي السيارات شغل تاني، يعني ممكن مقبض الباب هذا سيارات كثير تكون نفس الطريقة، تركيب الصدام سيارات كثيرة تلاقوا نفس الطريقة، وكل شيء اسويه تقريبا بيكون جنرال على السيارات. الاشياء الخاصة اللي ممكن نقول هذه خاصة بالسيارة الفلانية، زي الفورد الكويلات خاصة بالفورد ترتيبها، الاشياء زي كده. وبس حبايبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.